فعالم غارق فمحتوى من وسائل التواصل الاجتماعية والبرامج التلفزيونية والمسلسلات والأفلام السينمائية، أصبح المحتوى ذات القيمة شبه منعدم بسبب السفاهة المسيطرة حالياً. I have two eyes and I can see the dog, the monkey in front of me. Okay. إيه بقى معاك؟ العجل في بطنه. صح. ايوه. سبع برتقانات. صح. ديك اصلا الفرنجي بيقفع في القفص قال شخص ناشف. صح. يس. صح. بليز اجيم. صح. عم رضوان. تفوتوا وتقولوا ايه؟ برافو عليك، نسقف لعم رضوان. ده الوحيد اللي فاهم انا بقول ايه. الله يرحمك يا أستاذ سمير، كمية ضحك في المشهد ده ما أعتقدش إنها تتكرر مرة تانية خالص في العصر اللي إحنا عايشين فيه حالياً، لأن ما بقاش فيه كوميديا بجد. ولكن في الفيديو ده أنا مش هتكلم بس عن الكوميديا، أنا هتكلم عن صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي والتلفزيون والمسرح والسينما، وده لأن ليهم أثر كبير جداً على المشاهد خصوصاً الأجيال الجديدة. على فكرة قبل ما أكملوا الفيديو حابب أقول إن كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه، وكل واحد برضه حر يتفرج على اللي هو عاوزه، ولكن دي وجهة نظري انا، واعتقد كمان وجهة نظر ناس كتير جدا. وعشان كده لازم اقول وعيد مرة تانية انه الاختلاف في الرأي يجب ان لا يفسد للود قضية. يلا بينا نبدأ. واحد بيهز في بطنه، واحد يشيل البتاع ده من على دماغه، أسرة من أب وأم محجبة للأسف عمالين يرقصوا وأي عبس وخلاص. لو المصيبة الأكبر إن المحطات التلفزيونية والبرامج بيعملوا للمهرجين دول قيمة وبيسموهم مؤثرين أو انفلونسرز، هي التسمية مش غلط، ولكن نوع التأثير اللي بيعملوه هو الغلط وبيبوظ شريحة كبيرة جدا من الأطفال والجيل الجديد. تشير الدراسات إلى أن الشخص العادي يقضي ساعات في مشاهدة المحتوى الذي يقدم القليل من القيمة التعليمية أو الفكرية أو لا يقدمها على الإطلاق أكثر من المحتوى ذو القيمة والهدف. المحتوى ده بالذات ملوش اي علاقه بالكوميديا من الاساس، وهو من وجهه نظري من اخطر انواع المحتوى اللي موجود حاليا على السوشيال ميديا، لانه اكبر مشاهدين ليه هم الاطفال والمراهقين، واللي بيأثر عليهم بصوره كبيره جدا وبيبداوا انهم يقلدوا الحاجات دي اللي هم بيشوفوها فيه. واللي ما يعرفش في محتوى مقالب في بلد من البلاد ادى لوفاه الشخص اللي كان بيعمل المقلب ده بانه واحد ضربه بالرصاص لانه كان فاكر ان اللي بيحصل ده حقيقي. ربنا يستر على الجيل ده بجد. ان الخوارزميات التي تملي ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي مصممة لإبقائنا منخرطين، وطالما أن المشاهدات وعائدات الإعلانات هي مقاييس النجاح فمن غير المرجح أن تتغير هذه الخوارزميات. لنا هنا وقفة، زي ما قال أستاذ محمد صبحي كده، فعلا لنا هنا وقفة، لأن محتوى الأسر وحياتهم الخاصة ليه محاور كتير جدا. أولا دي حرمات بيوت، ولكن بصراحة الأبهات والأمهات أو حتى الأزواج اللي ما عندهمش أطفال وبيعملوا النوع ده من المحتوى مش فارق معاهم غير العائد المادي من قناتهم وخلاص. ثانيا تأثير القنوات دي على المشاهدين اللي بيشوفوا النوع ده من المحتوى بيتمحور في حاجات كتير جدا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المقارنة اللي ممكن تحصل ما بين المشاهدين نفسهم والقنوات اللي بيشوفوها. يعني مثلا الأطفال يقولوا لأبهاتهم وأمهاتهم أنا عاوز هدية زي اللي أخدها فلان الفلاني في قناتهم، والأمهات والأزواج مثلا يقولوا لأزواجهم أنا عاوزة زيهم إشمعنى هم وأنا لأ، وهكذا. وهنا بتبدأ المشاكل، وأنا هنا بتكلم على السلبيات المؤثرة، ولكن أكيد برضه متفهم إن في مشاهدين بيتفرجوا مش فارقة معاهم إنهم بيتفرجوا خلاص. وأخيرا وليس آخرا السؤال المحير جدا هنا، يا ترى إيه هو الاستفادة من مشاهدة القنوات دي؟ المصيبة الكبيرة ان التعليقات على النوع ده من المحتوى في منها كتير ناس بيشجعوهم على كده، مبسوطين قوي من اللي بيشوفوه، وده انا شايف ان سببه هو انهم بيشوفوا مسلسل حقيقي قدامهم، لان المسلسلات بتاعت التلفزيون اللي هنتكلم عليها بعد شوية مبقاش ليها تقريبا اي علاقة بالواقع، مش كده برضه؟ تم تصميم الخوارزميات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي لإعطاء الأولوية للمشاركة على الجوهر، وهذا يعني أن المحتوى الذي يثير ردود فعل سريعة بغض النظر عن عمقه أو قيمته غالبا ما يحظى بأكبر قدر من الاهتمام. يلا نعمل أكل ونقعد ناكل قدام الكاميرا، يلا نعمل تحدي على اللي ياكل أكبر كمية أكل، يلا نعمل تحدي تاني واللي يخسر ياكل فلفل أو يشرب مية ترشي. هو في إيه؟ أنتوا جايين هنا عشان تهزقوني ولا إيه؟ وده فعلاً أنسب ردة فعل للمحتوى ده،
زي ما استاذ محمود سعيد عبد الغني كده قال، هو في ايه الاستفاده من النوع ده من المحتوى؟ الهدف الاساسي للعديد من منشئي المحتوى والمنصات هو تحقيق اقصى قدر من الارباح، وهذا يعني غالبا اعطاء الاولويه للمحتوى الذي يجذب اكبر عدد من المشاهدات وعائدات الاعلانات بغض النظر عن قيمته. المحتوى ده من وجهة نظري بيعتبر من أسوأ أنواع المحتوى، هات كمبيوتر أو لابتوب أو حتى تليفون، اشتري سماعات ومايكروفون وقعد اتريق على خلق الله. المصيبة إن اللي بيعملوا النوع ده من المحتوى اللي اسمه رياكت فاكرين إنهم صناع محتوى بجد وإنهم بيعملوا شيء إيجابي بإنهم بيجيبوا فيديوهات الناس التانية ويقولوا بصوا ده مش صح ده غلط، ويجيبوا صور وفيديوهات فيه حرمات وبكده من غير ما ياخدوا بالهم انهم بينشروا الفيديوهات دي اكتر واكتر. لو عاوز تعمل نوع محتوى رياكت بناء ومفيد، هات شيء مفيد اتكلم عنه واعمل رياكت على الفيديوهات دي، ويا ريت ما يكونش فيه اشخاص بعينهم، لانك ما تعرفش ان ممكن في يوم من الايام الشخص اللي انت بتتكلم عنه ده ممكن يسبب لك مشكلة قانونية، فخلي بالك يا بتاع الرياكت. وعلى الرغم من توفر محتوى ذات قيمة، الا ان الحضور الطاغية للمحتوى السفيه للاسف هو الاكبر. في حاجات حلوة في التلفزيون، مش كل وحش، ولكن الوحش أو التفاهة بمعنى أصح بقت مسيطرة بصورة أكبر. المسلسلات أساميها بقى معظمها البطل الشجيع الأسطورة العمدة المسيطر الجامد الوحش. هو فيه يا جماعة؟ مفيش مسلسل عندي الواحد يعرف يتفرج عليه. يعني آخر مسلسلين حلوين جدا أنا اتفرجت عليهم مؤخرا، مسلسل ما وراء الطبيعة وغرفة 207، واللي قصصهم متاخدة عن كتب دكتور أحمد خالد توفيق، عشان كده القصص دي كانت حلوة جدا، غير إن فرق العمل اللي كانوا بيشتغلوا في المسلسلات دي جدا فعلا كانوا موفقين من تمثيل وديكور وموسيقى ومؤثرات، وياريت نشوف حاجات زي كده أكتر. ايه حاج انت واكل نعناع ولا ايه؟ وصفي للسينما والمسرح اليومين دول هيكون بالظبط الكلمتين دول اللي هي دي. مش لاقي حاجه توصفهم الا كده للاسف. مستوى الافلام والمسرحيات بقى من سوء لأسوأ. حسبي الله ونعم الوكيل. وبكده بتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشاركوا الفيديو وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك إذا تكرمتم، وبشوفكم المرة الجاية إن شاء الله، ومع السلامة.